طلاب محاضرة الغازات بشكل كشمشي للدور الثاني، مو نفس ما شرحتها بالدور الأول، بصمة بصمة وورقة ورقة، والمحاضرة كلها بصفحة والمادة كلها بعظمتها بصفحة، لأن هاي المحاضرة شيء مزعج. بس أنا ما شفت أسئلة الدور الأول، فهمتي هو شنو على شنو مركز، هو شنو بباله، هو شنو يريد يوصل لنا من فكرة بالغازات. خلينا نشوف. طبعا احنا عندنا حالتين بالغازات، حالة الريسبيرتوري اللي هو جهاز تنفسي خوش، والحالة الثانية اسمها ميتابوليك يعني الأيض مال الجسم. فبحالة الجهاز التنفسي عندنا CO2 ثاني أكسيد الكربون، هاي شغلة طبيعية، جهاز تنفسي تنفس ثاني أكسيد الكربون خوش، فزفير شهيق واضح، فهاي بالجهاز التنفسي. بالميتابوليك ماكو عندنا CO2 أو ماكو عندنا ثاني أكسيد الكربون، لأن ماكو عندنا أصلا جهاز تنفسي. ميتابوليك أسيدوزز يعني الأيض خوش. فإحنا هسه بأول حالة اللي هي الريسبيرتوري بصورة عامة، ريسبيرتوري تمام. ريسبيرتوري طبعا بها حالتين، هي حامضية الريسبيرتوري وقاعدية، هسه راح نلقاها هنا بالورقة الثانية. شوف قاعدية الريسبيرتوري، ريسبيرتوري الكلوزز، الكلوزز يعني قاعدي، اسيدوزز حامضي. هسه راح نعرف شلون نعرف انه هنا الريسبيرتوري حامضي وهنا الريسبيرتوري قاعدي. هو جاب اربع اسئلة واربعة بنفس النمط، ولو يعرف واحد ويعرف جواب نقطة منهم يعرف جواب الثلاث الباقيات كلهم. يعني مثلا الريسبيرتوري اسيدوزز، خلينا نجي نتفق على قضية كلمة اسيدوزز اللي هي حامضية والكلوزز اللي هي قاعدة بشكل عام ما نعلاق بالموضوع. هذا 7 وهذا بي اتش، هذا هسه متعادل فوق 7 يعني منا مثلا 8 9، جاي اخذ ارقام انا ما جاي اخذ بوينتات يعني 7.5 7.57 لا ارقام عادية 9 10 11 الى ما لا نهاية. هذا شو نسميه؟ نسميه الكلوزز، ال اوكي بس كون ما تفشل اكتبها صح، الكلوزز مو ما ذكرها جوا 7 6 5 4 3 2 نسميه اسيدوزز حامضي، فحامضي قاعدي واضح تمام. فمن اجي اقول ريسبيرتوري اسيدوزز، ريسبيرتوري الجهاز التنفسي اسيدوزز، طبعا هنا القضيه بالريسبيرتوري بالجهاز التنفسي محصور الموضوع بين السي او 2 والبي اتش، بس سي او 2 وبي اتش محصور بين ذن الاثنين، اذا واحد يرتفع فالثاني يعني رسميا ينخفض، فانا ارد ابوق لواحد منهم، ارد افتهم لواحد منهم. فمن يقول لي ريسبيرتوري اسيدوزز، اسيدوزز شنو؟ حامضيه، حامضيه يعني البي اتش اش بي ينزل جوا 7 يعني ينخفض ويرتفع، برايك اذا الرقم جاي ينزل ينخفض. فبالريسبيرتوري اسيدوزز البي اتش ريديوز، ريديوز يعني ينخفض يقل خوش. فما دام البي اتش قل صاحب العكسه منه سي او 2، انا عندي بي سي او 2 ما عندي غيرهم هنا انا بالريسبيرتوري، فالسي او 2 اكيد رايز يرتفع واضح. شوف هسه شلون بلفته ذكيه بشغله احنا نعرفها من الابتدائيه مال البي اتش، من انه فوق 7 قاعدي وجوا 7 حامضي، فهمنا هاي النقطه انه يابا ترى الريسبيرتوري اسيدوزز هي من اسمها اسيدوزز يعني حامضيه، يعني البي اتش راح يقل بالحامضيه، هو البي اتش بصوره عامه بالحامضيه يقل، فما دام البي اتش قل صاحبه اللي هنا العكس راح يزداد اللي هو السي او 2 خوش. ها انتهت هذا الشرح، يريد يوصل لك هاي المعلومه بهاي السوالف كلها. نجي للريسبيرتوري الكلوزز يعني القاعديه، ما دام الجهاز التنفسي صار الكلوزز قاعدي يعني البي اتش شبيهه، البي اتش صارت فوق 7 يعني شنو؟ انكريز زادت البي اتش، شوف انكريز يعني زياده، زين السي او 2 ريديوز يعني قلت تمام قلت واضح. خلاص هاي عرفنا شنو الفرق بين ريسبيرتوري اسيدوزز وريسبيرتوري الكلوزز بواسطه البي اتش، بس فرقنا بالبي اتش خوش. هنا نجي وين هسه؟ بس لحظه ممكن اكون هاي لا ما هنا نجي يا ابطال، نجي للميتابوليك بصوره عامه، هناك ريسبيرتوري وبعدين اخذناها اسيدوزز والكلوزز، هسه الميتابوليك هم بصوره عامه الميتابوليك بمن محصوره؟ بين ال HCO3 اللي هو الموجود بالكلى خوش، وبين ال pH تمام خوش. هذني صاحبات بعدنا بنفس قضية ال pH، هناش عندي أسيدوزز، بالأسيدوزز بالحامضية ال pH إذا صار حامض غير يزيد جوا 7 ينزل، يعني قل لو يزداد قل، ما دام قل ال pH هذا صاحبه مو عكسه هالمرة، ذاك CO2 كان عكسه، هذا بالميتابوليك لا هذا صاحبه، فمن يقل البي اتش يقل ال HCO3 واضح؟ خوش يقل ال HCO3. وبالالكلوزز وين الالكلوزز؟ هاي الالكلوزز لحظة بس خلي القاها ميتابوليك اوف اسيد بيس، وين الالكلوزز؟ هاي الالكلوزز
ميتابوليك الكالوزيس. ما دام قاعدي الكالوزيس يعني البي اتش بالالكالوزيس بالقاعدي يصير فوق السبعة يعني يرتفع، يعني الاتش او 3 يرتفع. خوش انا هسه اريد القط الاسئله، طبعا انا ما اريد افر الكاميرا لان الغرفه حالتها يعني زحمه. خوش فراح زين اذا فرت الاسئله وانا قال لكم لا راح اصور لكم الاسئله واحلها مال الغازات وحدها حتى اثبت لكم ان الموضوع بهالسهوله. ماشي، خلصت محاضره الغازات.